السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تامر. اليوم بإذن الله بدنا نكمل حل تمارين ومسائل في حل ضام قوم معادلتين طبعا للتعويض. بالتعويض كان عندنا السؤال الثالث وصلنا عنده اللي هو نعرف نفس الصفحة اللي هي 31. ناخذ السؤال الثالث ونقرأه ونقول زي ما حكينا نحول العبارات اللفظية إلى معادلات. نحول العبارات اللفظية إلى معادلات. السؤال سي د مع خالد 45 ورقة لفظية. بعض أول شيء بعضها من فئة الخمسة، مثلا سي نشوف فئة الخمسة. فئة الخمسة نعتبر قصار نعتبرها هون. بقول لي والباقي من فئة العشرة اللي صعب من فئة العشرة. طيب خليني أحكي معها. فإذا كان مع خالد 45 ورقة نقدية من فئة العشرة، يعني السين فئة الخمسة وفئة العشرة تساوي 45. هاي أول معادلة، فئة العشرة وفئة الخمسة تساوي 45. فإذا كان المبلغ كله يساوي 300، كل المبلغ يساوي 300. طيب هون السين من فئة العشرة ومن فئة الخمسة تساوي 45. طيب مين اللي فئة الخمسة؟ السين، خمسة سين. مين اللي فئة العشرة؟ عشرة صار تساوي كل المبلغ 300. احنا الفئة الخمسة والعشرة تساوي 45 صح؟ مع خالد 45 ورقة، معها 45 ورقة. ايش هي الورق؟ ايش هي من فئة الخمسة؟ ايش هي من فئة العشرة؟ هاي كنا من فئة الخمسة وهي من فئة العشرة. نيجي نكمل، المبلغ كله كامل 300، يعني اللي هي من فئة الخمسة 65 زائد كل المبلغ، يعني مجموع المبلغ كله، مجموع المبلغ كله اللي هو 300 اللي هو 5 سين. ليش؟ لأنه قلنا سين من فئة الخمسة وزائد 10 صار، لأنه حق احنا فرضنا بنفرض احنا على الفرض انه صار 10 من فئة الأسفل، صار من فئة العشرة. طيب السؤال ايش بحكي لي؟ فكم عدد الأوراق من كل فئة؟ يعني السين والصاد، يعني السين والصاد. فمعناته أنا يا مس بدي أبدأ أعمل له طبعا هون المعادلة الثانية. خليني أبدأ أعمل له، بقول له أنا من هون من هاي المعادلة بدي أطلع له صاد تساوي يلا 45. السين موجب من هاي المعادلة، شايفينها موجب، بصير سالب سين. هاي صارت صاد تساوي 45 سالب سين، سالب سين. طيب نيجي أمس على الآن أبدأ أعمل في هاي المعادلة الثانية، بعوض 5 سين زائد 10 الصاد، كل الصاد 45 ناقص سين، الصاد 45 ناقص سين يساوي سالب سين يساوي 300 صح؟ أنا في المعادلة هاي 5 سين زائد 10 الصاد 45 ناقص سين كلها كامل الصاد عشان يبين شوي. بعدين عندي هون بيجي أمس على السؤال اللي بعده. خلينا ناخذ لون ثاني نيجي نكمل 5 سين زائد. الان عندي العشره حتنضرب هون والعشره حتنضرب هون بالشكل هذا، هاي 10 امس 10 في 5 450 ناقص 10 سين تساوي 300. نيجي امس هون بدي اكملها بالشكل اللي عندي، موجب سالب نحط شرط كبير ونطلع 10 ناقص 5 5 سين هون 300 وهون
وهون عندي سالب موجب تطلع برا سالب 450. كنا بنعرف هذا الحكي ولا ما بنعرف؟ بنعرف. بنكسب من اول شيء من 5 س تساوي اشاره كبير ونطرح اللي هي سالب 300 اللي هي 150 بتقسمي على سالب 5 وبتقسمي على سالب 5. هون س تساوي س تساوي ان شاء الله يكون مبين عندك. هون ان شاء الله هون هقول هون س تساوي بلاش احطها جنبها انا مبين هيك كلها. س تساوي مس عندي اللي هي 105 اللي هي 30 س تساوي 30 طلعت س عندي تساوي 30. طيب لسه صار انا ما طلعت يا مس صار انا قاعد بشوفك انك انت مبين عندك ولا لا. انا صار بدي اكتبها وين احاول اكتب صار جنبها عشان ما اخدش كل اللوح. خلينا ناخذ صار صار جنبها هون بدي اعمل صار صار شو بتساوي يا مس؟ اخذها من هون 45 ناقص س عندي صار تساوي 45 ناقص س يعني ناقص 30. نحط إشارة كبير ونطرح إشارة كبير موجب وإشارة كبير موجب وخمسة خمسة عشر خمسة عشر. نيجي هون نحكي اللي هي س من فئة إيش؟ من فئة 30 ورقة 30 ورقة من فئة الخمسة وخمسة عشر ورقة من فئة العشرة. واضح كيف طلعت أنا؟ بفضل أن سين عندي اللي هي مجموعة الحل اللي هي 30 وصارت 15. هاي بس مجموعة الحل اللي عندي. نيجي على السؤال اللي بعده. نبدأ نحل السؤال اللي بعده اللي هو آخر سؤال موجود عندي. أنا بحاول بس أحل أكبر عدد ممكن من أسئلتي عشان نفوت على الحرف. تعال نحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة. السؤال الرابع بقول السؤال مثلث متطابق الضلعين في قياس أحد زوايا زاويتي القاعدة يقل متطابق الضلعين. أول شيء مثلث، إيش معنى كلمة مثلث؟ متطابق الضلعين يعني مجموع مجموع زوايا تساوي 108 أخذناها. يعني متطابق الضلعين يعني في ضلعين زي بعض. بعتبر س س هي زي بعض س زائد س زائد ص شايفين تساوي 180. أنا عندي اثنين متطابق مع بعض او ضلعين متطابقان. مثلا اقول س وس اقول 2 س زائد ص تساوي 180. هاي اول وحده. تعالي على الثانيه بقول لي نكمل. قياس احدى زاويتي القاعده يقل قياس مثلي قياس زاويه الرأس. زاوية القاعدة تقل عن زاوية الرأس. يعني زاوية القاعدة عندي 2 ص مثلا. هذا هون لو رسمته بالشكل هذا بكون هذا زاوية القاعدة. هيا هو س هاي س وهي س هاي ص هاي ص زاويتي. أنا عندي زاويتي القاعدة تبع ص اللي هي 2 ص. زاويتي القاعدة تقل يعني تنقص عن زاوية الرأس اللي هي س اللي هي هون كل س. شايفينه؟ بكم؟ بعشرة. صح قال لي 10؟ نعم بعشرة. نيجي هون يا مس من هون بدي آخذ س س تساوي س تساوي س تساوي تطلع برا س 2 ص ناقص 10 طلعت برا اجت له 2 ناقص 10. طيب نيجي على
الحل الحل نحل هذا ايش الموجود عندي فتحته خلينا نحله مع بعض احاول اشيل شويه عشان اقدر الحين عشان نجي اول شيء عندي هذا الثاني هذا الاول وهذا الثاني اللي هو هاي الثاني اخذت من الثاني هذا نيجي هون اثنين بدل السين تحت قوس اثنين صاد ناقص عشرة زائد صاد الشرط يمس يكون موضوع القانون انه هاي صاد ممكن يكون سين عادي هون اربعة صاد ناقص عشرون زائد صاد تساوي او ثمانون نيجي ناخذ هون بدنا نبدا أربعة زائد واحد خمسة صاد تساوي 180 هون ناقص 20 زائد 20 طلعت برا هون خمسة صاد تساوي 200 صفر 10 200 على خمسة وعلى خمسة هون صاد تساوي صاد تساوي نص ايش بس صاد تساوي الخمسة حتروح مع الخمسة زي ما عم نعرف 20 40 صاد عندي 40 صاد 40 طيب سين 40 درجة هاي قاعدة الايش القاعدة 40 درجة تعالي على السين سين شو حكينا ناخذ هاي سين تساوي 2 صاد ناقص 10 سين تساوي 2 في 40 ناقص 10 2 في 40 80 ناقص 10 70 درجة معناته سين 70 درجة وصاد 40 درجة هاي هي الحل هذا هو الحل هذا هو الحل مبين إن شاء الله بإذن الله كله مبين هاي حلي للأسئلة اللي موجودة عندي في كتابي أنا هيك يا مس أخذت أكثر من اللازم في حال أسئلة التعويض كله سهل كثير وما في أي شيء وأي مشكلة اليوم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الحصة الجاية نأخذ حل معادلتين نفس الحكي بنتغير مغطيتين متغيرين لكن بدل التعويض الناسية نأخذ الحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.